في بيت وسؤال، نحاور الناس بأسئلة شعرية وأدبية ترتبط بفلسفتهم في الحياة. نستكشف كيف فتح الشعر للناس أبواب الحكمة والتأمل، وكيف تغيرت نظرتهم من خلال عدسة الشعر. حياكم في هذه الحلقة. اخترنا بيت شعر مشهور للشاعر خلف أبو زويد، لا صار ضيف ومخطيل له على جار، عز الله إنك سالم من سوادة. تعالوا نشوف فهم وانطباعات الناس عن هذا البيت. وش فهمت من هذا البيت؟ فهمت إن جاري وضيفي عندي في البيت. هل تعرف من هم جيرانك؟ لا. لمين الأولوية في علاقاتك الاجتماعية؟ لأبوي. مو أعرفهم، مو بكلهم، عاد كنا الكل نجتمع في بيت واحد. معرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. هادي إيش النكتة؟ نعطيهم سمبوسة، يعطونا الجيمات، نعطيهم الجيمات، يعطونا سمبوسة. طبعاً إني أنا أكرمت ضيفي، ومن ناحيتي ما يلحقني لو، يعني بيض الله وجهي دائماً أكرمته. وش فهمت من هذا البيت؟ فهمت إن جاري وضيفي عندي في البيت، وغلط جاري على ضيفي. الحين من أرضي ومن أخلي؟ برضي جاري وبخلي ضيفي، لأن ضيفي له كرامة وجاري له مقدرية ومعزة. الرسول وصى بسبع جار. يعني الجار أهم من الضيف؟ نعم، الجار أهم من الضيف. هذا جاري، بأمنه على بيتي، بأمنه على أهلي، بأمنه على كل شيء، بس ضيفي ماني مأمنه، هذا جار. هذا اللي فهمت من هذا البيت. وسلامة. أنا اللي علي أن أكرمت ضيفي، ويعني ولا علي يعني من القصور ولا شيء. حتى لو أخطأ على جاري؟ حتى لو أخطأ على جاري، هو بين الموضوع بينه وبين جاري، مو هو بيني وبينه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وش فهمت من هذا البيت؟ فهمت يا طويل العمر والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام وصى على الجار، وصى على سبع جار، يعني من كثر ما هو يبي الأجر وزيك أجر وحسنات إن شاء الله. يعني قصدك هو احترام الجار. الله، ايه، وصى على سابع جار. لو صارت مشكلة بين اثنين من اخوياك وواحد منهم قال لك وقف معي، هل بتوقف معه وتخسر الثاني؟ طبعا لا، بشوف نفس الشيء، يعني بشوف ايش مشكلة ذا وايش مشكلة ذا. وش فهمت من هذا البيت؟ هذا البيت يا طويل العمر والسلامة فهمت اني اقول ما لي دخل. وش فهمت من هذا البيت؟ والله فهمت انه كمية احراج اللي تجي للضيف اخاف من ردة فعله، يعني عشان كذا. لو صارت مشكلة بين أهلك وأصحابك، هل تصلح بينهم ولا مالك علاقة؟ لا، شوف، أهلي وأصحابي هو إن شاء الله ما راح توصل أصلاً المشاكل بين زي كذا، يعني هم بيكونون الحل في أنهم أصلاً يحلون مشاكلي، لا أصحاب ولا أهلي، يعني في الناحية الأولى دي ما راح توصل الناحية هذه إن شاء الله. طيب هل الناس صارت حساسة للنقد؟ تقريباً في الآونة الأخيرة أنا صرت أشوف إن يعني الناس ما عاد صارت تتقبل آراء النقد كثير. زمان الواحد كان يروح يشتري نصيحة ويشتري النقد اللي يجيه أو إنه يشتري التوجيه اللي يحتاجه، الآن كل واحد ما عاد صار يتقبل أي إيش اسمه وجهة أو رأي نقد أو رأي أي أحد من أخوياه أو من أصحابه أو من أهله أو من المجتمع بشكل عام. يعني طيب وش تسوي مع اللي ما يتقبل النقد؟ والله خليه، خلاص أنا بأنصح المرة الأولى يعني يحاول يأخذ النقد سواء كان سلبي وإيجابي، يأخذ منها الشيء الزين ويخلي الشين ويكمل حياته. بمعنى أنه إذا الضيف أخطأ على الجار فهي سوات الضيف، أنا ما لي علاقة. وش فهمت من هذا البيت؟ دامني مكرم الضيف ما يلحقني شيء، دام هو قليل أدب ما يلحقني شيء. فهمت، بعتذر للضيف وأعذر جاري. الله يعطيك العافية. يعافي. هل الناس صارت حساسة للنقد؟ تقريباً، بعض الناس لما تنتقده ما يتقبل منك النقد حتى لو كان بناء. طيب وش تسوي معه؟ تحاول تنصحه وتغير طبعه. طيب هل تعرف من هم جيرانك؟ إيه، تروح وتجي لهم؟ ما أروح وأجي، ونسلم عليهم في الأعياد، نعطيهم يعطونا، العلاقات طيبة. طيب لو صارت مشكلة بين اثنين من أخوياك واحد منهم قال لك أوقف معي، هل بتوقف معه وتخسر الثاني؟ طبعاً لا، أنا بشوف وش سبب المشكلة وبسمع من الطرف الثاني وبسمع من الطرفين، بحاول أصلح بينهم. قبل نكمل أسئلتنا مع الناس، خلونا نشوف معنى البيت وسياقه. لا صار ضيف ومخطيل له على جار، عز الله أنك سالم من سواده. بيت يعتبر بمثابة القانون الاجتماعي العرفي. قاله أبو زويد الله يرحمه،
للفصل بين حيرة المعزب من يفضل الجار ولا الضيف بعد مشكلة صارت، والقصة مشهورة وطويلة ما لنا بتفاصيلها، ولكن أنه مفاد القصة أنه المعزب راعي البيت خطره ضيف، فهو من إكرامه الجاره الدائم لازم جاره يحضر كل عزائمه، ولكن هالضيف هذا صار أصلا بينه وبين الجار هذا مشكلة، فالضيف ما احترم جار المعزب، فكادت أن تقع مشكلة، ولكن أبو زويد بيته هذا بيّن أنه ما عليك من الضيف، أنت اهتم بجارك، لا صار ضيف ومخطيل لك على أو مخطيل له على جار عز الله أنك سالم من سوادي، ما عليك من الضيف، خلاص أنت اهتم بجارك وهذا هو الأهم. فانفكت مشكلة كبيرة، فصارت قانون أيضا اجتماعي الكل يمشي معه. طبعا الجار من احترام الجار وتقديره هذه من صفات العرب، وجاء الإسلام وأيد هالصفة هذه أيضا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو سيورثه، افتخرت العرب كلهم بالجار. الصقري رحمة الله عليه بشيخة القصيدة المشهورة اللي يقول إلا ومع ذلك لك الله لنا كار عن جارنا ما قط نخفى الطريفة، والطريفة هي الوليمة يعني، نرفى خمالة رفية العش بالغار ونودع له النفس القوية ضعيفة ولا نبدي الخافي إلا صار ما صار، يفلج قصير البيت لو بان حيفة، حتى يقول قصير البيت حتى لو أنه حايف علينا يفلج، هو الغالب، هو الغالب في أي قضية، يفلج قصير الجار لا قصير الدار لو بان حيفة، والجار لا بده مقفي عن الجار، كل بجيرانه يعد الوصيفة جار على جار بختري ونوار جار على جاره حصاة محيفة. أبو زويد الله يرحمه بيته هذا اللي فضل الجار على الضيف، أبو زويد أصلا هو شاعر الحكمة معروف جدا، أبو زويد يسمونه رعى الحمراء، كل قصائده رات بن حمراء رات بن، يعني وصف الذلول كثير وأكثر ما يصف من ألوانها الحمراء، وهي أفضل ألوان الهجن المعروفة يعني، شاعر حكمة، شخص أعطاه الله سبحانه وتعالى القوة، قوة الحجة وسرعة البديهة، وهو يقول، هو يقول عن نفسه، يقول أنا أبو زويد وجه الذيب مخيب الطليب، من أشهر قصائده بالحكمة اللي يقول دخيل خذ من والدك لك مسالة، مسالة ما يفهمها كل رجال، منها البيت المشهور جدا اللي يقول الحمرة تدرس معوشة عياله ولا الرجل يبغى منه بعض الأحوال، الحمرة هي الطير، الطير الصغير، يقول حتى الحمرة ترى تقدر تعيش، لكن الرجل الحقيقي يحتاج أنه يضفي خيره على غيره، مو بس عياله، العيال حتى الحمرة تقدر تعيش عيالها بخير وسلام ما عندها مشكلة، ولكن الرجل الحقيقي هو من يعني يكون له أيادي على من حوله، على من على أصدقائه وأقاربه. أبو زويد أيضا حتى بالغزل رقيق، ولا ألطف من قصيدته يا راتب اللي تقل تدرع منيده، اللي يقول ركابها يوصل سلامي مكيدة حبها مخلم بالضماير، مزوعي كل النهار العيد عايد وديده، وانا نهار العيد عيدي دموعي، الى اخر قصيدته. توفي ابو زويد تقريبا 1342 او 43 في حائل رحمة الله عليه. كل بيت يطرح كثير من الأسئلة، نكملها معكم ومع الناس. لو صارت مشكلة بين أهلك وأصحابك هل تصلح بينهم ولا مالك دخل؟ الله الله أكيد أصلح بينهم. طيب هل الناس صارت حساسة للنقد هذه الفترة؟ تقريبا إذا تجي تنقد على أحد يزعل الله الله. طيب وش تسوي معه؟ أخليه وامشي. وش تسوي مع ذا؟ طيب هل تعرف من هم جيرانك؟ إيه
تروح وتجي معاهم؟ لا والله بس أعرفهم يعني معرفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل تشوف أن الناس صارت حساسة من ناحية النقد؟ أكيد. طيب كيف تتعامل مع الشخص اللي يتحسس من النقد؟ عاد نشوف على حسب الشخص. هل تعرف من هم جيرانك؟ لا. متى آخر مرة زرت جارك؟ واضح أنك ما عمرك زرته. ما أعرفهم أنا. الله يعطيك العافية. يعافيك. لمين الأولوية في علاقاتك الاجتماعية؟ لأبوي. وش علاقاتي الاجتماعية طول العمر؟ للمجتمع كلهم. لمين الأولوية؟ الناس اللي يعزون علي، للناس اللي أغليهم، كلهم يسوون علاقات اجتماعية. طيب هل تعرف من هم جيرانك؟ من هم إيش؟ جيرانك. جيراني طول العمر اللي جنب بيتي، هذول جيراني. هل تزورهم يزورونك؟ دائما ازورهم يزورون، نعطيهم بالفطور خصوصا جاء رمضان الحين، نعطيهم سمبوسه يعطونا الجيمات، نعطيهم الجيمات يعطونا سمبوسه، نضبط الاوضاع. طيب هل تفضل بالانفتاح مع الجيران ولا الحفاظ على الخصوصيه؟ لا، الجار كانه من الاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل 7 جار ابد، نفتح معهم والامور زينه، طب عليهم طبون علينا، وناكل من عندهم ياكلون من عندنا، الامور كلها حلوه. طيب لو صار خلاف بين اثنين من اصحابك وواحد منهم قال ابيك توقف معي، هل توقف معه وتخسر الثاني؟ لا، نوقف مع الحق ونحاول نصلح بينهم، والأعمال ترفع إن شاء الله يوم الاثنين والخميس عند الله سبحانه وتعالى، ونصلح بينهم إن شاء الله عشان تزين أمورهم. لو صارت مشكلة بين أحد من أهلك وأحد من أصحابك، هل تتدخل وتصلح بينهم ولا مالك علاقة؟ لا، لازم أتدخل هذا، عشان هذولي أخوياي وهذولي عائلتي، بس العائلة أهم يعني من الأصدقاء. طيب هل تعرف من هم جيرانك؟ والله ما أعرف إلا واحد الصراحة يعني. طيب متى آخر مرة زرت أحد من جيرانك؟ لا، تقريبا كل اسبوع يكون في عند الجيران كلهم، فنزور عشاء وكذا، فهم. طيب كيف تزورهم بعدين تقول لي ما اعرفهم؟ مو اعرفهم، مو بكلهم، عاد كنا الكل يجتمع في بيت واحد. الله يعطيك العافيه. امين وياك. هل تعرف من هم جيرانك؟ نعم. طيب متى اخر مره زرت جارك؟ والله انا حاليا مستقر في الرياض وعمل ودوام وكذا، لكن الوالد الله يطول في عمره والجيران في الحي مجتمعين ويتواصلون، والحقيقة أن هذه المهمة غفل عنها اللي في سنة للأمانة، لكن كبار السن الله يطول بأعمارهم هم اللي يحرصون على هذا الشيء، ونحن إن شاء الله أن على خطاهم بإذن الله. طيب هل تؤمن بالخصوصية بين الجيران ولا الانفتاح؟ وش تفضل؟ والله أكيد أن الإنسان رب بيته ورب منزله، ولا خصوصية ولا حقه في ذلك، لكن ما يمنع أنها يعني يتشارك مع جاره بحدود. طيب لو صارت مشكلة بين اثنين من أخوياك وواحد منهم قال وقف معي، هل بتوقف معه وتخسر الثاني؟ لا والله، إن شاء الله نوقف مع الحق. لو صارت مشكلة بين اثنين من أصحابك وواحد منهم قال وقف معي، هل توقف معه وتخسر الثاني؟ لا. إيش تسوي؟ تسوي صلحة بيناتهم. اللي مين الأولوية في علاقاتك الاجتماعية؟ أهلي. طيب هل تعرف من هم جيرانك؟ طبعا أعرفهم كلهم. متى آخر مرة زرت واحد من جيرانك؟ ما زلنا بس نطلع سوا كل يوم تقريبا. لو تهاوشوا اثنين من أصحابك وواحد قال لك وقف معي، بتوقف معه وتخسر الثاني؟ لا، أصلح بينهم، لازم أشوف وش المشكلة وأحلها بينهم. طيب هل تعرف جيرانك؟ أكيد. لك علاقة معهم تروح وتجي؟ أيوة. هل تعرف من هم جيرانك؟ أكيد، مين ما يكونوا، هذول أهل لإلي في النهاية، الجار للجار. طيب هل تؤمن بفكرة الانفتاح بين الجيران ولا الحفاظ على الخصوصية؟ لا، الخصوصيات أكيد بالنهاية، كل إنسان عنده خصوصيات لعله. الله يعطيك العافية. yeah. وصارت مشكلة بين أحد من أصحابك وواحد منهم قال وقف معي، هل توقف معه وتخسر الشخص الثاني؟ أوقف معه. عادي تخسره؟ عادي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وإلى بيت وسؤال آخر، نشوفكم على خير.